بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما بدأنا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله هنعمل معاكم إيه؟ محشي مشكل. أكل الشتا دوت زي ما أنتوا عارفين كده، المحشي أكل الشتا إن شاء الله. الدنيا ساعة كده نعمل إيه؟ محشي مشكل كده، دوت وبصل زي ما انتوا شايفين كده، وديت فرخة اهي زي ما انتوا شايفين. انا اعملها مع المحشي، بركة ربنا ننضفها كده ونعملها كده ان شاء الله، ونقطعها ونحطها مع المحشي ان شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. وربنا على صلاح حلنا ولكم وللجميع، وكل حسبي الله عليه توكلت ورب العرش العظيم. هنا انا قطعت البصله وهنا حطيت حد الزيت زي ما انتوا شايفين كده، عند الزيت خلص فاشتريت زيت مبقاش يكفي يعني. هنا البصله استوى، قطعت من فلفل احمر حطيت عليها زي ما انتوا شايفين كده، ده ملح حطيته في الميه للكرنبه، هنسلق الكرنبة زي ما انتوا شايفينها. كرنبة يعني مش كبيرة قوي يعني، وسط ماشي حالها يعني زي ما انتوا شايفين كده. انا وتبسلقها اهي، وربنا على صلاح الحال لنا ولكم للجميع. هنا الصلصة خلاص بتتسبك اهي زي ما انتوا شايفين كده اهي. وهنا خلاص الكرنبة قربت اخلصها سليق، وهنا اقطع الورق زي ما انتوا شايفين كده، تقطيع سهلة كده اهي، تقطيع سهلة كده وسريعة، وعلى حسب كل واحد ما عايز يقطع مثلا الورق بتاعه. كل شيخ وليه طريقة يا جماعة، والله ممكن بقطع كده وارجع اقطع من الناحية التانية، كل واحد برضو وطريقته في التقطيع. وربنا على صلاح الحال لنا ولكم وللجميع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب زي ما انتم شايفين كده. بصوا هنا بتاعنا الورق، بصوا كده، هي الطريقه ديت اسرع برضو يعني، من كل واحد كده بتبقى سريعه شوي زي ما انتم شايفين كده. هنا قطعت كده الورق خلصته، وحطيت هنا ده ملح للصلصة، وهنا دي التوابل بتاعتنا، ودي ناجي، واحدة ناجي ديت حطيتها للمرقة، حطيتها مع الصلصة والتوابل يعني، الحاجات اللي هي كده يعني لزوم التحابيش. هنا دي حبة صلصة شدوهم من الصلصة اللي انا عاملاها، حطهم على الفراخ. هنا ده الخضرة غسلتها وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده حطيتها اهي. وهنا ده الرز برضو اهو، اقلبه كله كده ببعضه وايه، وهنحشي ان شاء الله. ربنا يزيد ويبارك، وربنا يديم علينا نعمة خاصه من زولنا اللي حطيت قطايه في الحله وبصل وحاجات كده، والفرخه حطيتها تحتها، حطها كده في الحله من تحت، والرز من المحشي زي ما انتم شايفين كده. هنا حطيت رصيت الفرخة في الحلة، وهنا دوبت لها حبة الصلصة بحبة مية كده، وزودها كده، هحطها فوق منها كده تتشرب كده مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده وهرص بقى فوق منها ايه المحشي زي ما انتوا شايفين كده، هرص كده المحشي فوق منها. هحط البتنجان والفلفل الاول، وبعدين بحط الكرنب ان شاء الله. ربنا يديم علينا نعمة خاصة من الزوال، وربنا على صلاح الحال لنا وليكم. ما تنسوش يا جماعة اللي يخش عندنا ينورنا بالله كل اشتراك، وندور على بعض ونرفع بعض، والرفع هو الله والغالب هو الله والنصر هو الله، ومن ينصره الله فلا غالب له. ربنا على صلاح الحال لنا وليكم وللجميع،
ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. انا حشيت المحشي كله ورصيت الكرنب وكله زي ما انتوا شايفين. وانا بحط حبه ملح، بحط بقى مش هحط ميه كتيره يعني، اللي هي ايه عشان الفرخه هتنزل ميتها كده. كانت صراحه مخليه المحشي طعمه حكايه والله بجد يعني. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الميه، ما خليتهاش زياده، كانت تحت المحشي بشويه. هنا حطيت الطبقه المحشي بتاعه خلاص اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا حاجة يا جمال يا جمال والله بجد يعني. بصوا البخار طلع سخن كده من المحشي. هنا حط المحشي بصوا سخن مولع بيدفي في الشتا. واتكل بألف أنا وصفة اللي كال واللي شاف واللي ياكل، وربنا على صلاح الحال لينا وليكم. وما تنسوش تنورونا يا جماعة بالله كل اشتراك، وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. زي ما انتوا شايفين كده محشي جميل، اتفضلوا معانا. بص قطعنا ورقة الكرومبا، ودي البتنجانة، ونجيب لكم فلفلية كمان. محشي مشكل فلفل وبتنجان وكرومب. يلا ربنا يصلح حالنا وحالكم، مفرخ عليهم كمان من فوقي. يلا ربنا على صلاح الحال لينا ولكم، اتفضلوا معانا. يلا نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.